السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه النهاردة عن مواعيد مباريات النادي الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. فخليكم معانا لغاية آخر الفيديو عشان تعرفوا إمتى هيلعب النادي الأهلي في مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. فهتبدأ مباريات دور المجموعات للنادي الأهلي في 18 فبراير 2023، ولم يتم تحديد الجولة السادسة من مباريات دور المجموعات حتى الآن، بمعنى أن الكاف والاتحاد الأفريقي كان حدد 5 مباريات فقط من المباريات الستة في بطولة دوري أبطال افريقيا. عشان يبدأ النادي الاهلي خارج الارض مع نادي الهلال يوم 18/2/2023 في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، وبعد كده الاهلي هيلعب مع صن داونز، اللقاء المعتاد اللي ربنا ما يقطع لهم عادة في هذا اللقاء في 25/2/2023، والمباراة هتكون على ملعب النادي الأهلي في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أما الأهلي والقطن الكاميروني هيتلعب يوم 4/3 في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، ثم هيطلع الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب أفريقيا يوم 11/3/2023، وأيضا هتكون في تمام الساعة 6 عصرا بتوقيت القاهرة. ومباراة القطن والنادي الأهلي هتكون على الأراضي الكاميرونية في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، والمباراة هتتلعب يوم 11/3 بإذن الله. وعشان تكون آخر مواجهات النادي الأهلي هتكون على أرضه وسط جمهوره مع فريق الهلال، لكن لم يتم تحديد موعد المباراة حتى الآن. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن مواعيد مباريات النادي الأهلي في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. ففي النهاية بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي في الفترة المقبلة، فالنادي الأهلي مازال متربع على عرش الدوري العام المصري، ونجح في الوصول إلى نهائي كأس مصر في هذه البطولة، وغير كده وكده هيروح يلعب على بطولة كأس العالم للأندية اللي نتمنى من الله ولا يقتر على الله ان يؤدي فريق النادي الاهلي بطولة قوية ويقدر يصل في هذه السنة الى النهائي الجبار. فريق النادي الاهلي زي ما كلنا عارفين ان هو بيعيش نشوة كبيرة جدا من الفرحة الكبرى، فكان نجح النادي الأهلي في التعادل مع المصري بنتيجة 0-0 في اللقاء اللي كان قبل لقاء مهم جدا، وهو لقاء نادي الزمالك مع النادي الأهلي واللي كسبه النادي الأهلي بنتيجة 3-1، ثم بيعيش نشوة سعيدة جدا بفوزه ببطولة كاس مصر والوصول إلى المباراة النهائية لملاقاة نادي بيراميدز، المباراة اللي هيواجهها النادي الأهلي بعد إن شاء الله ما يرجعوا من كأس العالم للأندية. وفي الدوري العام المصري كان حقق نادي الزمالك أكبر نتيجة رائعة، وهي الفوز على النادي الأهلي بنتيجة 3-1 في هذا اللقاء المهم جدا كان لنادي الأهلي ونادي الزمالك، عشان يحسموا النادي الأهلي في النهاية ويقدر ان هو يؤدي ما عليه في
في هذه البطولة حتى الآن. ففي النهاية بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي في الفترة المقبلة، ونتمنى من الله ولا يفتر على الله أداء أكتر من رائع من الفريق بتاع النادي الأهلي، ويقدر إن شاء الله يحقق إنجاز كبير في هذه البطولة. يا سلام لو قدر إن هو يوصل إلى الدور النهائي ويلعب على المركز الأول والتاني، هتبقى مفاجأة كبيرة جدا لكل متابعينا ولكل الناس اللي بيتفرجوا علينا. عشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن ايه المواعيد بتاعة مباريات النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وعشان بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين.